جمعت لكم الثلاث برامج اللي هنشرحهم في كورس النهاردة ان شاء الله. تركيزنا ان شاء الله النهاردة هيكون على برنامج الفوتوشوب. مبدئيا كده هتلاقينا حاطط لك لينك الالستريتور ال 2021 ولينك الفوتوشوب ال 2021 ولينك الاكزارا. ده برنامج بيعمل الكلام 3D والشغل ده، بس تركيزنا الاول ان شاء الله هيكون على الفوتوشوب. طيب مبدئيا الفوتوشوب والالستريتور ال 21 دول مش بيحتاجوا اي كراك، هما بتكونوا متكركين جاهزين، يعني انت تقدر تحملهم وتسطبهم. كل اللي هتعمله هتنزل البرنامج، هتفضل تدوس نكست لحد في الاخر كلمه فينش وتقدر تفتح البرنامج بدون اي مشاكل ان شاء الله. فخليني هحط لك ان شاء الله اللينكات دي في الديسكريبشن تحت الفيديو عشان ما تتوهش. طيب اول حاجه، انت اول ما بتسطب الفوتوشوب بتلاقي الايكون بتاعته بالشكل ده، هو الالستريتور والاكزاره كمان اهو. طيب هفتح الفوتوشوب معاكم كده. انت لما هتفتحه لاول مره ان شاء الله هتلاقيه بنفس كل حاجه زي ما هي قدامك كده. طبعا في ناس هتقولي ان انا امكانيات جهازي ضعيفه، الفوتوشوب ال 21 هيبقى تقيل معايا او كل الكلام ده. هقول لك برضو ان في ال 2018 او 17 او حتى ال 15 هم كلهم قريبين من بعض في نفس الشكل، هتلاقي كل التولز بنفس كل حاجه بنفس الترتيب، هي اللي في ال 21 هي اللي في 2015، طبعا مع الاوبشنات بقى الجديده اللي هم ضافوها والشغل اللي عملوه في ال 21. بس دي حاجات انت ممكن ما تاخدش بالك منها لان انت ممكن تكون لسه اول مره، فيعني حمل الاصدار اللي يظبط معاك. بس انا شايف ان ال 21 يعني انا جربته على كذا جهاز وان شاء الله هتلاقيه كويس معاك، ما فيهوش اي مشكله. طيب دي واجهه الفوتوشوب. الحاجات اللي قدامي دي البروجيكتس اللي انا كنت شغال عليها قبل كده. طبعا انت بعد كده لما بتخلص البروجيكت وبتعمل سيف وبترجع تقفل الفوتوشوب وتفتحه هو بيكون جابهولك بالشكل ده، لكن انت كاول مره عندك مش هتلاقي اي حاجه من الكلام اللي موجوده قدامك ده، هتلاقي بس كل الواجهه زي ما هي كده بس سودة يعني. طيب مبدئيا كده في فوق هنا شريط، هتلاقي فايل اديت ايمج لاير، كلها حاجات انا مش حابب افضل اقول لك ايه بقى ده بتعمل ايه وتخصصها ايه والكلام ده، لا انا عايزك تاخد الكورس ده تخرج منه وتشتغل بعون الله يا رب، وان شاء الله يعني هنشوف ده مع بعض. فخليني اول حاجه فهمها لك هي نقطه المأساة، لان دي من النقط اللي انا وقعت فيها انا كاحمد حمدي مثلا في بدايه شغلي وبدايه دخولي المجال. انا قابلتني مشاكل كتيره جدا في موضوع المأساة ده، ما كنتش فاهم يعني ايه اخد مقاس يافطه، يعني ايه اصلا اصممها، طب ايه المفروض اعمله صح عشان خاطر في الاخر اليافطه دي اطلعها مظبوطه وتبقى في الطباعه كويسه. ما كنتش فاهم كل الكلام ده لحد بعد كده الحمد لله رب العالمين ما فهمت بقى مع الوقت. فانا اول ما بفتح الفوتوشوب انا اول حاجه بفكر فيها بعد فتح البرنامج مباشره هو ان انا ازاي افتح مقاس الحاجه اللي انا محتاج اشتغل عليها. طبعا هتلاقي عندك ثلاث حاجات احنا ان شاء الله هنركز عليهم النهارده. اول حاجه هيكون الشغل الديجيتال، وده بيضم شغل اليوفط بتاعت الشارع، شغل البانرات، شغل الفليكس اللي هو البانر المضيء، وهبدا اقول لك ايه الفرق ما بينهم، شغل الفينيل، شغل كل الكلام ده يعني. تاني حاجه الاوفسيت، والاوفسيت ده بيضم الفلايرز، البروشور، الكارت الشخصي، الاي دي، كل الكلام ده. الحاجه الثالثه هي السوشيال ميديا، وازاي اعمل ديزاين سوشيال ميديا، بعد كده تقدر ترفعه على ابلكيشن الفيسبوك او تويتر او انستجرام يعني براحتك. فخليني اول حاجه هشتغل معاكم عليها او اول نقطه معانا هي نقطه الديجيتال اللي هو شغل اليوفط بتاعت الشوارع والكلام ده كله. فانا اول حاجه ببدا ادوس عليها بعد ما فتحت الفوتوشوب هي كلمه فايل. فايل هنا بلاقي فيها اختيارات كتيره جدا، بس يهمني اول اختيار اللي هو نيو. انا هنا عايز افتح بروجكت جديد لاول مره، ببدا ادوس نيو كده هيبدا يجيب لي القائمه دي. القائمه دي فيها حاجات كتيره جايز انت اول ما تشوفها تتوه فيها، بس احنا ما بنحتاجش منها غير 3 4 حاجات وشكرا. كل الكلام اللي انت شايفه والزحمه اللي انت شايفها دي بالنسبه لك هتحسها زحمه، بس احنا ما بنجيش جنبها اصلا، فعشان كده مش هوجع دماغك بتولز ملهاش اي لازمه. طيب مبدئيا كده هو عندك بيديك هنا خيارات تانية في البرنت، مثلا بيديك الليتر هيد، بيديك مقاسات لو انت مش حابب تكتب مقاس، زي مثلا مقاس الاي 4 الاي 3 الاي 5، كل الحاجات دي اللي انت بتشوفها زي ورق المذكرات دي مقاسات يعني، تبقى جاهزه بتدوس عليها بيفتح لك المقاس تلقائي، بس انا مش عايز كده، انا عايزك انت اللي تفتح المقاس بنفسك. طيب انا اول حاجه بعملها في الحته دي هو ان انا بكون داخل انا هفتح، انا عارف ان انا هفتح مقاس ايه. يعني ازاي الكلام ده؟ انا مثلا وقفت النهارده مع شخص بيقول لي يا استاذ انا النهارده عايز اعمل يافطه للمحل بتاعي،
بقول له تمام كويس جدا. اول حاجه ببدا اساله عليها المقاس بتاعها كام، يقول لي والله مش عارف. اقول له طب اوكي تعالى انا وانت كده نجيب متر واروح هناك عنده المحل ده وامسك المتر اقيس العرض بالمتر من الشمال لليمين اشوف ده كام سنتي معايا، خليها مثلا 3 متر هتلاقي 300 سنتي بالمتر اللي في ايديك تمام كده، وبتقيس الارتفاع خلينا مثلا اقول 100 سنتي يعني برضو بالمتر اللي في ايديك. الموضوع المتر اللي في ايديك هو هو نفس الشغل اللي انت هتلاقيه هنا تمام. هتلاقي عندك هنا كلمه اسمها بيكسلز، لو دوست عليها هيفتح لك كذا حاجه كده اللي هو البيكسلز، الانشز، السنتيمتر، المليمتر. طبعا دي كلها حاجات احنا ما بنحتاجش منها في شغل الديجيتال غير السنتيمتر. انت دلوقتي رحت هناك المحل ومسكت المتر وقست بالسنتيمتر، يبقى تيجي هنا تدوس على السنتيمتر. حلو حلو. طيب هنا اول حاجه هتلاقيها العرض تمام، وهنا تاني حاجه هتلاقيها الطول او الارتفاع تمام. انت لما رحت هناك قست العرض لقيته مثلا 300 سنتي، يبقى انا هحط هنا 300 سنتي يعني او 300 وهتلاقي جنبها كلمه سنتيمتر، وهنا في الارتفاع هحط له ال 100 سنتي اللي انا قستهم هناك لقيتها 100 سنتي، هبدا اعمل 100 سنتي بالشكل ده تمام. وهنا في حاجه اسمها الريزوليوشن، ركز معايا بقى في النقطه دي لانها بتختلف ما بين جهاز والتاني. يعني ايه الكلام ده؟ وكمان ممكن تلاقي هنا حاجه بدل الانش دي هتلاقيها سنتيمتر. خليك وركز دايما تشتغل على الانش. ليه بقى؟ عشان خاطر انا لو اشتغلت هنا مثلا على الانش ورحت مثلا عامل 200 ورحت راجع سنتيمتر هتلاقي ان الموضوع هنا بدا يقل. فانت ركز بس على نقطه الانش، مش هوجع دماغك في النقطه دي لان هي مش مهمه، ركز على الانش ما تغيرهاش تمام تمام. طيب اللي هركز لك عليه هو الرقم ده. الرقم ده في شغل الديجيتال تمام هو دايما بيكون 72، ده لو المقاسات كلها يعني من عندي 3 متر او ال 4 متر خليها 72، ده لو انت جهازك في المتوسط. من الاخر الريزوليوشن ده هو الوضوح بتاع الديزاين، انت حابب تخش جوه الديزاين وتشوف كل التفاصيل او لا. وطبعا ده بيفرق على امكانيات الجهاز بتاعك، يعني انا ممكن ازود الرقم ده لو انا حابب ادخل جوه الديزاين واشوف كل التفاصيل والكلام ده ممكن اعمله 300، بس لو جيت اشتغلت على البروجكت بتاعي هلاقي ان الجهاز بدا يتقل. موضوع كده يعني محتاج شويه شرح حلوين عشان تبدا تفهم فيه، فانا هقول لك او هلخص عليك الكلام، خليها 72 ثابته وهنغيرها بس في شغل الاوفسيت وهنغيرها كمان في شغل السوشيال ميديا، بس مش هوجع دماغك بيها. خلينا في ال 72 وهبدا ادوس هنا اللي هو كرييت اهو عشان يفتح لي شكل اليافطه اللي انت قستها هناك، هتلاقي هي هي بنفس الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، مفيش اي تغيير تمام تمام كده. يبقى ده كده بالنسبه لموضوع المقاس. طيب بعد ما فتحت المقاس بالشكل ده طبعا هتلاقي ان فوق في حاجات كتيره جدا زي فايل ايديت، ايمج لاير، الحاجات اللي احنا قلنا عليها، وكمان هنا كده في الجزء اللي على الشمال ده تولز كتيره جدا. انت هتحس ان انت ايه الكلام ده كله، انا عايز افهمه بسرعه مش هشغل دماغك بيه نهائيا. هقول لك ليه، لان من الاخر كده انا دلوقتي هديك الادوات اللي انت هتشتغل معايا عليها واللي هنطلع منها ان شاء الله ديزاينات هتعجبك في الاخر تمام تمام. بعد كده انت مع الوقت لما هتشوف تركايه او حاجه حلوه انت شفتها في ديزاين وعايز تعرف هي اتعملت ازاي هتبدا تدور، ولما هتدور هتعرف الاداه الخاصه بالتركايه دي، ساعتها هتلاقي الموضوع بسيط وهيبدا مخك اصلا يخزن وتبدا تفهم وما تسقطش منه حاجه. لكن دلوقتي لو انا خدتك وقلت لك تعالى الاداه دي اللي هي الموف تول بتعمل مش عارف ايه، والثانيه دي بتعمل مش عارف ايه، والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، هتلاقي نفسك في الاخر دماغك سقطت مني بمجرد ما قفلت الكورس. تعالى افتح لوحدك هتلاقي نفسك مش فاهم اي حاجه، صدقني انا عملت زي كده بالظبط. طيب خليني اديك الخطوات المختصره واللي ان شاء الله باذن الله هتبدا تظبط معاك الدنيا بكل سهوله. بس خليني قبل ما اقول لك اي حاجه عايز كمان اقول لك معلومه كويسه جدا، عايز افهمك الشغل الشعبي ايه الفرق ما بينه وما بين الشغل اللي مش شعبي. شوف الجمله كويسه ازاي، ما شاء الله يعني حاجه زي الفل. طيب خليني مثلا دلوقتي اعرفك ايه الفرق ما بينهم. الشغل الشعبي هو ان انت بعد ما بتفتح المقاس بتروح جايب اي خلفيه مع اي الوان، مع احمر مع ازرق مع اصفر مع اخضر، وتحط كوكتيل الوان كده وتبدا توري العميل يقول لك اوبا ايه يا عم الجمدان ده تمام. الشغل اللي مش شعبي بقى هو ان انا بروح هناك المكان بعد ما بقيس اليافطه ببدا ابص على الديكور بتاع المكان واشوف المكان ده هو مختار الوان ايه في الديكوريشن بتاعته. يعني انا مثلا راجل مثلا عندي محل عند الحيطه ازرق مع مثلا لون تاني مثلا ايا كان هو ايه تمام، ببدا استوحي يعني الديزاين بتاع او باخد من الالوان بتاعه المكان ده اللي هم لونين فقط لا غير
تمام، وببدا اكتب الكلام بتاعي بكل بساطه كده، حاجات سيمبل تماما. وبعد كده ببدا اوري العميل، عميل في الاخر يقول لك ايه يا عم الكلام ده، ايه يا عم مفيش شغل ليه كده. فطبعا ده بيختلف ما بين عميل وعميل، ما بين مكان ومكان، ما بين اصلا الديزاين ده هيتركب ويتعلق فين، وكلها حاجات بترجع يعني لدماغك انت بعد كده ان شاء الله لما هتفهم كل الكلام ده. طيب خلينا انا مثلا نبدا بالديزاين الشعبي. الديزاين الشعبي في ناس كتيره جدا تمام بشوفها بتعمل ايه، بتروح على جوجل تكتب هنا كده خلفيات، وتروح مثلا عامله لك كده صور تمام، مثلا خلينا اكتب خلفيات ساده، لان الشغل ده انا شفته كتير جدا في الشارع الفتره اللي فاتت. يعني طبعا يعني هو مش عيب ان انت تشتغل، ومش عيب ان انت تجرب، ومش عيب ان انت تعمل اي حاجة، بس العيب ان انت ما تدورش او تتعب نفسك في ان انت تطور من نفسك، او حتى تسأل ان انت كده صح او غلط، عشان برضو ايه بيكون في حاجة في الاخر اسمها تلوث بصري، ودي للأسف بقت حاجة يعني منتشرة الايام اللي فاتت دي، او بقالنا فترة بنعاني من الموضوع ده. هي الفكرة بس ان انت حاول تجتهد. يعني انا مثلا كنت في ليفل معين في المجال، هل انا كده واقف صح؟ لا، كنت دايما بسأل. السؤال مش عيب، يعني في ناس بيفتكر ان انا عشان اسأل انا كده بقلل من نفسي، لا خالص، بالعكس بالعكس، هتلاقي ناس كتيرة بتساعدك وتوجهك للصح. طيب كانت الناس دي بتعمل ايه؟ ممكن يجيبوا اي خلفية وبيكتبوا عليها مثلا سنترال مثلا، وتلاقيه راح عامل لك كده حتى الخطوط، هو ما بيحاولش حتى يسأل ايه الخطوط الصح، هتلاقيه راح عامل لك اي خط مع اي كلام تمام، ويروح كاتب لك اسم المحل مثلا ابو ناصر يلا تمام، ويروح تحت حاطط رقم التليفون، ويروح حاطط لك صوره مش عارف ايه على الجنب، وبكده يقول لك خلاص اطبع يا باشا وركب، وفي الاخر في كوسه موجوده في الموضوع تمام. فيعني ملناش دعوه بالناس دي، يعني في الاخر ربنا يصلح حال الجميع، بس انا حابب ان الناس دي يا ريت تسالوا يا جماعه، يا ريت يا ريت تحاولوا تطوروا من نفسكم، احنا مش عايزين المجال ده يرجع بينا لورا، بالعكس احنا اللي عايزين ناخده وننطلق بالقدام. طيب فخلينا نخش سريعا عشان برضو انا مش عايز اطول عليكم والله، انا بس بحاول افهمكم المشاكل اللي هتقابلكم، وان شاء الله ازاي تعرفوا تظبطوها وتحلوها ومتقعوش فيها من الاخر يعني. فبعد ما باخد المقاس ببدا اقول للعميل اللي واقف قدامي طيب اديني بقى البيانات في ورقه كده، او ابعتها لي على الواتساب او ايا كان. فانا مثلا خليني هشتغل النهارده، او العميل اللي واقف قدامي ده بيقول لي انا عايز اكتب مثلا المقاس اليافطه، خلاص قلنا 3 في 100 سنتيمتر تمام، وهكتب مثلا سنترال المصري لخدمات المحمول تمام، وارقام التليفونات مثلا كده مثلا تمام. وبعد ما اخد منه الداتا هبدا اساله هي هتطبع بانر ولا فليكس ولا فينيل. ها طبعا هقول لك دلوقتي حالا الفرق ما بين البانر والفليكس والفينيل تمام كده. طيب خلينا نخش الاول على البانر. البانر دي هي الخامة البلاستيك اللي انت بتشوفها متركبة في اي يافطة، بس البانر ده لو حطيت له لمبات من ورا الخامة في الخشب مش هيبدأ يديك اضاءة كويسة، هتبقى اضاءة مطفية جدا ومش كويسة تماما، بعكس الخامة بتاعت الفليكس. الفليكس دي بتكون هي نفس الخامة الجلد بس اتقل شوية، الكلر فيها بتكون ازود شويتين، كمان لو حطيت لها اي لمبات من ورا تبدأ تديك شغل عالي جدا، اكيد بتشوف الكلام ده في اليوفط اللي متعلقة في الشارع اللي بتنور. الفينيل بقى هو الاستيكرات اللي بتتعلق على الازاز او على الحوائط احيانا ما فيهاش مشكلة، وبيكون في منهم نوعين، فينيل ابيض وفينيل شفاف. ايه الفرق ما بين الفينيل الابيض والفينيل الشفاف؟ وزي ما قلنا الفينيل ده اللي هو الستيكر تمام. الستيكر الابيض ده او بيتسمى الفينيل الابيض، هو ان انت لو جيت حطيته على ازاز مثلا لمحل حلاقه مثلا تمام، لو ركبت الفينيل ده تخلي اللي بره ما يشوفش اللي جوه، حلو كده، والديزاين هيكون موجود. الشفاف بقى بيتلزق عادي ما فيهوش مشكله، بس اللي بره بيكون شايف اللي جوه، واللي جوه شايف اللي بره، والديزاين برده موجود، واكيد انتوا شفتوا الكلام ده في بعض المحلات يعني والكلام ده كله. فده ملخص سريع جدا للخامات وكل الكلام ده. اسعار ممكن ابقى اقول لكم عليها بقى عشان بس ايه مش دلوقتي يعني، عشان ايه الاسعار بتختلف ما بين مطبعه والتانية، بيبقى في شغل كده يعني، بس يعني دي نقطه ممكن لو انتوا مهتمين بيها تسالوني وانا تحت امركم ما فيهاش مشكله. فخلينا نخش على الديزاين بقى سريعا، اتكلمنا كتير بقى وقلنا كلام كتير جدا، فخلينا نشتغل الشغل الشعبي
بس بشياكة. يعني في فرق على فكرة ما بين الشعبي بشياكة والشعب التلقائي اللي هو ايه اي كلام في عبد السلام، فهتلاقي الموضوع في الاخر باظ يعني. فخليني انا بلاش اروح لحتة جوجل واكتب له خلفية وابدأ اخد خلفية والكلام ده، لا انا عايز اصنع كل حاجة في الديزاين من ايدي انا، عشان لما الديزاين يتركب بعد كده اشد صحابي بقى اقول لهم تعالوا شفتوا الديزاين ده بتاعي التوقيع بتاعي موجود اهو احمد حق. انا كنت بعمل كده والله، انا من الناس اول يافطه الطبعات دي كنت بشد ناس صحابي واعدي من قدام المحل ده، كانت يافطه تقريبا متر مش عارف في كام او متر ونص مش عارف يعني، كانت حاجه صغيره بس كل شويه تعالوا نعدي من الشارع ده، بص يا جماعه التوقيع ده كله هيحصل لك في البدايه مفيش اي مشكله، وهتلاقي بعد كده انت طول ما انت ماشي في الشارع عمال تجيب فلاير من الارض تبص عليه هيجي لك هوس في اول المجال يعني. فانا عايز اصنع خلفيه بكل بساطه بعد ما فتحت المقاس بتاع اهو، شايف الدايره دي لو دوست عليها هتلاقي فيها حاجات كتير جدا مش هحتاج منها غير اول اختيار، ده لو انا عايز اعمل خلفيه هدوس على اول اختيار اللي هو السوليد كولر. شايف المربع ده فيه كل الالوان اللي انت ممكن تحتاجها في انك تصنع خلفيه. طيب خليني مثلا اهو هدوس كليك شمال كده من الماوس وهفضل امشي في اللون الاحمر تمام، ولو انا عايز الازرق ابدا ادوس على الازرق، لو انا عايز التركواز، لو انا عايز الاصفر، لو انا عايز الاخضر، كل ده موجود قدامك. فانا هشتغل على اللون الازرق لان اللون ده انا بحبه اساسا يعني. هبدا اشد كده، انا محتاج الدرجه الغامقه من اللون الازرق وعايز اديلها شويه شغل بقى، ما احنا لسه هنعمل الشغل ما تستعجلوش. هبدا ادوس اوكي تمام كده اهو. بص مبدئيا كده عشان برضو ايه بلاش اسقط لك كل التولز اللي احنا شغالين عليها، في هنا القايمه دي اسمها قايمه اللايرز. اللايرز دي اللي هي ايه، اي حاجه انت بتعملها في الديزاين هنا بيبدا يعمل لك لاير بيها خاصه بيها هنا عشان تقدر بعد كده لو مش عاجبك تمسحها، لو في حاجه عايز تعدلها بتعدلها، كل الكلام ده هتلاقيه في القايمه دي فقط، كل الكلام اللي فوق ده مش هنقرب جنبه خالص. متخيل انت كل الادوات دي احنا مش هنقرب جنبها غير حاجات بسيطه كده هقول لك عليها. فانا بعد ما عملت الباك جراوند الزرقاء او الكحلي الغامق، شايف كل الزائد او البلس دي، البلس دي هي بتعمل لك ايه، بتعمل لك لاير جديده فاضيه، نيو لاير جديده فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طيب النيو لاير اللي انا عملتها ده عملتها ليه؟ عشان انا حابب اعمل شغل في الخلفيه. طيب اعمله ازاي؟ لو جينا في الجنب ده كده هتلاقي ان في شكل هنا زي الفرشه كده برش يعني او برش تول تمام، لو جبتها هيفتح لي الشكل ده، لو دوست كليك يمين هتلاقي حاجات كتيره جدا تخص البرش تمام، منها بقى حاجات بعد كده انت بتبدا تضيفها زي مثلا البرش اللي هي السموك اللي هو الدخان يعني، الحاجات دي كلها بتبقى موجوده هنا. طيب انا مش محتاج من كل ده غير هتلاقي عندك هي بس القايمه الاولى دي، هتلاقي منها واحده تقيله اهو بالشكل ده والخفيفه منها بتكون بالشكل ده، شايفين الفرق؟ طيب انا كل اللي هحتاجه الخفيفه اللي هي دي، وركز معايا انا هعمل ايه. انا هاجي كده في نص اليافطه وهدوس الت وهدوس كليك، شايف انت الـ 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 الاداه اللي انت شايفها قدامك دي اكنها بتشفط من نفس الـ الـ اللون اللي احنا واقفين عليه يعني، انت لما بتدوس الت من الكيبورد كده اهو بتبدا تتغير، وتدوس كليك بياخد من نفس الكحلي، حتى لو انت ركزت في المربع الكحلي ده انا مثلا هخليه ابيض، وهرجع ادوس الت وادوس كليك كده شايف هيتغير معايا اهو تلقائي نفس الدرجه دي. طيب انا هدوس كليك يمين زي ما قلنا نتاكد ان احنا جايبين البرش اللي بالشكل الناعم ده، والمربع الكحلي ده انا هزوده هخليه لون افتح شويه. طب ليه؟ طيب انا خليني الاول اصغر السايز اللي هو المربع الدايره الكبيره دي، انا عايز اصغرها شويه مثلا بالشكل ده، او كل ما تجيب السهم ده كده او كده بتصغر او بتزود يعني. فانا هدوس كليك كده، شايف اللسعة دي هي الدرجة اللي انا اخترتها، ممكن اختار اي درجة تانية وابدأ اعمل كده، شايف هيديني الشكل اللي انت شايفه ده. فانا هختار اللون ده زي ما انا مختارته كده تمام، عايز اوسعه شمال ويمين بقى اعملها ازاي؟ كنترول تي هيبدا يجيب لك المربع اللي انت شايفه قدامك ده تمام، اقدر اشده من اليمين كده ومن الشمال كده هيبقى معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. بكده انت عملت خلفيه سهله بكل بساطه من اختراعك انت بعيدا عن جوجل،
تمام. طيب انا شايف ان اللون غامق قوي محتاج افتحه، زي ما قلت لك ان القايمه بتاعت اللايرز دي كل حاجه انت بتعملها في الديزاين بتكون موجوده هنا. طب تعالى افهمك ازاي. يعني هنا عندنا اول واحد اللاير دي والثانيه دي والثالثه دي. طيب الاولى دي بتاع ايه؟ لو انا خفيتها من هنا كده هتلاقي خفالك اللي هو اخر حاجه احنا عملناها اللي هي اللايت. تاني حاجه تحتها على طول اللي هي الباك جراوند الكحلي اللي احنا عملناه. تالت حاجه اللي هي اول ما فتحنا المقاس كانت موجوده اللي هو الابيض اهو. فانت كل حاجه بتعملها بتكون موجوده معاك هنا كده. فكل اللي انا هعمله زي ما قلت لو انا عايز اغير اللون ده مش عاجبني هبدا اقف على اول لير وتاني لير اللي هو الكحلي، يعني انا الاتنين بس اللي انا عملتهم اهو، وهدوس كنترول ايه من الكيبورد. ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ميرج، يعني من الاخر هيخلي لي الاتنين في واحد بالشكل اللي انت شايفه ده، مش مفكفكين بقى، هيربطهم يعني. وبعد كده هدوس كنترول يو من الكيبورد هيفتح لي القايمة دي اسمها ساتوريشن. دي بقى انت تقدر من اول اختيار تجيبه شمال او يمين هيبدأ يديك الوان كتيرة جدا 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 جدا، كل الالوان تقريبا اللي انت ممكن يكون نفسك فيها هتلاقيها هنا. انا بحب اللون ده بصراحة. تمام، فانت كده عملت باك جراوند كويسة. تمام، والشغل الشعبي الشياكة بقى. تمام تمام. طيب تاني حاجة ببدأ اخش عليها هو ان انا بكتب الاسم بتاع المحل اللي انا خدت مقاساته وخدت الداتا بتاعته اللي احنا كتبناها هنا. فهكتب اول كلمة هي المصري اللي هو اسم المكان. خليني بس ارجع كده اقولك انت عشان تكتب تعمل ايه. شايفين حرف التي اللي هو ده، او لو انت واقف كده عادي ممكن تدوس حرف التي من الكيبورد برضو. تمام، وتدوس كليك كده شمال هيبدأ يكتب لك كلمة انجليش كده. كمان لو انا عايز اعمل زوم او ارجع لورا انا بدوس كنترول بلس من الكيبورد او كنترول سالب من الكيبورد بيبدأ يزوم او يرجعني لورا بالشكل ده. فانت اول ما بتدوس على حرف التي وتدوس كليك بيكتب لك هو الكلمة الانجليش دي تلقائيا كده. تمام، ببدأ يعني هي بتبقى مثلا كده، ببدأ ادوس انا دبل كليك شمال كده عليها عشان اعمل سيليكت على الكلمة كلها عشان امسحها. تمام، واكتب انا المصري بالشكل ده. طيب انا كتبت خلاص اهو، برجع لورا شويه بدوس كنترول تي. تمام، وركز معايا، بدوس الت وشيفت وبشد كده بالسهم عشان اكبر الكلمه بالشكل ده. شايفين اهو. طبعا لو انا عايز اظهر المربع اللي هو بيكون المتحكم بدل ما ادوس كنترول تي كل شويه وافضل اصغر واكبر والكلام ده، تمام، انت ممكن تدوس هنا كده على الاختيار ده هيظهر لك المربع اللي انت شايفه ده، ومنه تقدر تصغر او تكبر. بس انا مش عايزك تصغر وتكبر عشان الكلمة ممكن تعمل معاك بالشكل ده. فانا دايما ببقى دايس شيفت لما باجي اصغر كده، شايف الكلمة بتبقى مظبوطة وعلى وضعها يعني. تمام تمام. طيب انا مثلا لونها الاحمر مش عاجبني وعايز اغير اللون ده، ببدأ ادوس حرف التي زي ما قلنا من الكيبورد ودبل كليك عشان اعمل سيليكت عليها. وهنا هو اللون بتاع اللي هو الاحمر هدوس عليه هخليه مثلا ابيض. شايف انت غيرت لون الكلمة بكل سهولة. طيب بعد ما خلينا لونها ابيض، انا مثلا الخط بتاع الكلمة ده مش عاجبني عايز اغيره. تمام، هدوس حرف التي برضو وهبدأ دبل كليك. كل حاجة انا عايز اعملها في الكلمة سواء لونها سواء تغيير خطها سواء اي حاجة ببدأ ادوس تي ودبل كليك عليها عشان اعمل سيليكت عليها، عشان شايف السيليكت ده يتعمل عليها بالمنظر اللي انت شايفه ده. طيب لو بصيت فوق هنا كده في الجزء ده هتلاقي ان ده الجزء اللي بيضم كل الخطوط اللي موجودة على الجهاز بتاعك. طبعا مش هتلاقي عندك كل الخطوط دي، دي خطوط انا بضيفها بعد كده وهقولك ازاي. تمام، بس خليني مثلا اغير الفونت مثلا بفونت اسمه بلا بيلو اللي هو ده. طبعا عجبك ها. طيب خليني بعد ما اخترت الفونت اللي انا عايزه هبدا ادوس على موف تول بالشكل ده عشان اقدر اتحرك بالكلمه في الاتجاه اللي انا عايزه. طيب لو انا عايز اصغر الكلمه شويه، قلنا بقف على الكلمه زي ما انا كده بس بالموف تول بقى لو انا عايز اصغر او اكبر، وبدوس شيفت وببدا اهو. انا اسف انا صغرت كده من الجنب. خلي بالك انت دايما حاول تصغر من الاجزاء اللي فوق دي على الكورنر ده عشان الكلمه ما تعملش زي ما عملت معايا دلوقتي اهو.
تمام. انا دايما في الشغل الشعبي او الشغل اليوفد بحب دايما ايه الكلمة بتاعتي تكون يعني خلينا ارسم لك كده حاجة سريعة، تكون مثلا الكلمة والداتا بتاعتي في الجزء ده تمام، والصورة بتاعت التليفونات او الموبايلات او كل الكلام ده في الجزء ده، على اساس ان اللي بيقرأ مثلا اليافطة بيقرأها من اليمين للشمال مش من الشمال لليمين، يبقى انا هحط الداتا بتاعتي في اليمين على اساس ان اللي عايز يقرأ سنترال مصر على طول يبقى من اليمين للشمال يعني. فده نقطة يعني حاول تركز فيها شوية، عشان في ناس بتحط الصور في الجنب اليمين ده مش عارف ليه بصراحة. فخليني اقول لك بعد ما كتبنا الكلمة كده عايز بقى اعمل شوية شغل فيها وحركات والكلام اللي انت بتشوفه ده تمام، والشكل الكلام الحلو اللذيذ ده. طيب هنروح هنا لبرنامج جزارة اللي انا قلت لك عليه. شايف انت حتى الكلمة انا اخر كلمة عملتها شكلها عامل ازاي؟ حلو. طيب انت اول ما هتفتح البرنامج مش هتلاقي طبعا الكلام ده، هتلاقي واجهة البرنامج بيكون فيه كلام انجلش هنا كده، وبيكون شكل الفيديو ده شغال بالمنظر اللي انت شايفه ده اول ما بتسطبه. حتى كمان موضوع اللسعات اللي انت شايفه ده مبيبقاش موجود خالص، بيبقى شكله اي لون تاني مثلا تمام، وبتلاقيه بالمنظر ده. فانت اول ما بتفتح البرنامج يعني التركات او الاعدادات بتاعت البرنامج ده هتلاقيها في اللينك اللي هيظهر قدامكم دلوقتي فوق على الشاشة، تقدر تخش عليه وتفهم كل التركات بتاعت البرنامج والاعدادات المظبوطة، وازاي اصلا تعمل الكلمة بكل تفصيلة يعني بالتفاصيل المملة زي ما بيقول. فبرضو خلينا سريعا عشان ما طولش عليك او عشان ما توهكش معايا، انا هدوس على الكلمة اللي فوق دي الايكون بتاعت الفيديو دي تمام. تاني خطوة هبدأ ادوس على الكلمة الانجليش اللي هي فوق دي، وهبدأ كنترول A من الكيبورد عشان اعمل سيليكت على الانجليش، وبحذفه وبدوس له اوكي. وهنا يجي دور الالستريتور اللي احنا سطبناه تمام. طيب انا فتحت الالستريتور ليه؟ لان مبدئيا كده برنامج جزارة ده بيقبل صيغة مش موجودة غير في برنامج الالستريتور، يعني مش موجودة على الفوتوشوب. طيب انا هنا بعد ما فتحت الالستريتور بيكون معاك بالواجهة اللي انت شايفها دي، مفيش اي حاجة متغيرة. كل اللي بعمله بفتح اي مقاس. طيب افتحه ازاي؟ هروح زي ما قلنا على فايل وبعد كده نيو وبعد كده اي مقاس، ما تلعبش في اي حاجة يعني، تدوس اي مقاس هتدوس له كرييت وبعد كده خلاص هيبدأ يفتح لك اي مقاس اهو. طيب برجع للكلمة بتاعتي اللي هي المصري تمام، اهم حاجة يكون لونها اسود. طيب زي ما قلنا اي لون انا ببقى عايز اغيره في الكلمة او ازاي اصلا اغير لون الكلمة، قلنا بندوس T من الكيبورد وبدوس دبل كليك كده، ومن المربع ده نخليها الاسود وادوس له اوكي، فتغيرت معايا بالاسود. كل اللي بعمله بشد الكلمة بتاعتي من الفوتوشوب للبرنامج الالستريتور بالشكل ده. طيب انا عايز ارجع لورا واصغر الصورة زي ما قلنا، كنترول ناقص او سالب من الكيبورد هيرجعك لورا، والبلس او الزايد هيطلعك لقدام هيعمل لك زوم. طيب هقفل دي مش عايزها. كل اللي بعمله هنا ايه؟ هتلاقي عندك نفس الاختيارات دي بنفس كل حاجة، هتدوس له على الاختيار ده وبعد كده الاختيار ده وبعد كده اوكي. هو هنا بيحول لك الكلمة الفيكتور، ما فيهاش اي بيكسل، ما فيهاش اي نغمشة، ما فيهاش اي كلام من ده تمام. تاني حاجة هعملها هدوس على الاكس باند دي ليه؟ عشان هو كده بيعمل لي سيليكت على الابيض اللي حوالين الكلمة، لان انا المفروض لازم انا امسحه عشان ادخل الكلمة لوحدها من غير الابيض اللي حواليها. فهاجي كده هدوس حرف الواي من الكيبورد عشان يجيب لي الاداة اللي انت شايفها شبه النجمة دي او العصاية اللي حوالينها نجوم دي اسمها الماجيك تمام. الماجيك دي لو انا دوست كليك شمال على الابيض كده ورحت دايس ديليت من الكيبورد هيحذف لي كل الابيض اللي حوالين الكلمة. موضوع بسيط، هبدأ اجيب الموف تول وهدوس كليك على الكلمة كده بالاسود، وهبدأ شيفت زي ما قلنا عشان اصغر الكلمة، ولو انا غلطت غلطة زي كده او الكلمة اتشدت مني او اي حاجة حصلت وحابب ارجع بدوس كنترول زد بالشكل ده اهو، بخليها جوه المقاس بالشكل ده. ركز معايا في الخطوة الجاية كويس جدا، عشان اصدرها بالصيغة اللي انا قلت لك عليها اللي هي برنامج اجزارة، اللي هو انا اسف برنامج اجزارة مش هيقبل غيرها. هعمل ايه؟ هروح على فايل وبعد كده
export وبعد كده export as، تمام. ومن هنا اهو هتلاقي فيه كذا حاجة اهو زي ال dxf او dwj او ايا كان، بس هنا احنا مش محتاجين غير ال amf، ودي انت لو اخترت اي حاجة تانية بالبرنامج مش هيقبلها وهيجيب لك ايرور وحاجات كده يعني مش كويسة. فهنا هكتب اي اسم وهروح على الديسكتوب هلاقيها اهي. كل اللي انا هعمله هشد الكلمة بتاعتي لبرنامج الاجزارة وهسيبها له هنا كده زي ما انت شايف. هو عمل لي تلقائي 3D في الكلمة بالمنظر ده. تعال اقول لك بقى ازاي تحط لها الوان وازاي تظبط الكلام ده كله. مبدئيا كده الاختيارات اللي على اليمين دي احنا مش هنختار منها غير اول حاجه اللي هو الكالر اوبشنز، وتاني حاجه اللي هي البيفل اوبشنز، برضو مش هنحتاج حاجه تانية غير الاتنين دول من كل الزحمه اللي انت شايفها دي. فاول خيار معايا كده اللي هو مثلا البيفل، انت لو لما هتدوس عليه هتلاقي كذا حاجه. لو انت وقفت على اول واحده وفضلت تنزل بالسهم كده هتفهم هو بيعمل ايه. اهو بيديك كذا شكل مختلف لل 3D اللي موجودة في الكلمة. حلو كده، بتختار الشكل اللي انت شايفه كويس، تمام. ورقم 20 دي لو انت زودت كده هتفهم هو بيعمل ايه، ولو قللت كده هتفهم هي بتعمل ايه. كل حاجة انت لو لعبت فيها هتعرف هي بتعمل ايه. فانا هخليها حتى برضو لو غلطت في حاجة زي كده وحابب ترجع كنترول زد على طول هيرجعك. هخليها 20 زي ما كانت. حلو. طيب هنا الموف تول مش بتكون موجودة في التولز اللي على الشمال اللي هي الموف تول اللي احنا شايفينها قدامنا بتحرك بيد اللي هو يعني ايه احرك الكلمة شمال يمين مش عارف ايه، هي بتبقى موجودة في البرنامج تلقائيا، يعني مش محتاج تروح لحاجة تدوس عليها عشان تجيب الموف تول خالص. هظبط انا مثلا عايز الثري دي يبقى بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل ده، بتشد كده اهو بتتحرك بالكلمة زي ما انت عايز. انا مثلا بحب الشكل ده اهو، اخترت خلاص البيفل. هروح بقى للكالر اوبشنز اللي احنا قلنا عليه. لو دوست على كلمة تكست دي هلاقي ان في حاجات كتيرة، تكست فيس، تكست ساي، باك جراوند لايت، حاجات كتيرة جدا، بس احنا مش هنحتاج غير التكست فيس واللايت 2 او اللايت 3 بس. كل اللي قدامك ده انا مش عايز منه اي حاجة. فهاجي كده عند التكست الاولى، تمام، هخلي مثلا اللون الاحمر. هتفهم دلوقتي برضو كل واحدة فيهم بتعمل ايه. لو جيت عند التكست فيس وخليتها ابيض هتلاقي ان الاحمر الاولاني هو اللون بتاع الثري دي اللي ورا، والتكست فيس هو الابيض اللي في الاول ده، تمام تمام. طيب لو جينا بقى عند اللايت الاثنين والتلاتة، هقف مثلا عند الاثنين في الاول وهبدأ اخلي لونها مثلا اللون ده، واللايت تلاتة اخلي مثلا لونها اي لون تاني بالشكل ده، تمام. لو رفعت عينيك فوق كده هتلاقي حاجه شبه اللمبات، واللمبات دي هي المتخصصه في الثلاثه لايت اللي انت شايفها شايفهم دول، اللي هو اللايت واحد اللي هو الابيض، واللايت اللي هو الابيض اهو، واللايت اتنين هو اللون او السهم الاخضر ده، والثلاثه هو الازرق بالشكل ده. فطبعا انت هنا عايز تدي لمعات او عايز تشوف هتظبطها بطريقتك ازاي، يعني بتبدا تلعب بالاسهم دي كده وبالشكل اللي انت شايفه ده. بس انا بحب دايما اخلي اللايت 2 احمر ولايت 3 برضو احمر، وفي الفوتوشوب بتقدر تعدل في الكلام ده وتلعب بيه بطريقتك. فانا هعمل لسعه كده اهو بالاسهم دي، بفضل اتحرك بيها شمال ويمين لحد ما تظبط معايا شكل ايه يكون لذيذ. اهو اهو بدا يعمل لي لسعه في الاجزاء دي، تمام. ممكن اجي عند تالت اختيار كده اغمقه فيديني الشكل ده. حلو، يعني خليني اقول ان انا كده اوكي، ان انا كده تمام. حتى لو عايز تدخل الجزء ده بتقف هنا كده بالظبط وتدوس كليك وتنزل تحت بالماوس او تطلع فوق هتلاقي عامل لك الشكل ده. حلو حلو. طيب انا عايز اعمل سيف بقى بالاعدادات المظبوطه اللي تخليني اخد الكلمه احطها على الفوتوشوب او على الديزاين بتاعي من غير اي بكسلة. هروح عند كلمة فايل وبعد كده اكسبورت وبعد كده هختار بي ان جي. الفرق ما بين بي ان جي وجي بي جي والايكون والجي اي اف والفلاش فيكتور وكل الكلام ده هو ان البي ان جي بيديك الكلمة مقصوصة من غير اي خلفية بيضة حتى وراها. فانا هختار البي ان جي وهكتب هنا اي حاجة.
في الاعدادات دي حاول تخلي الاعدادات او مش حاول لا هو لازم تخلي الاعدادات زي ما هي قدامك كده بالظبط، ودي بتعملها مره واحده فقط وبعد كده بتلاقيها ثابته زي ما انت شايفها. في البدايه كده هتلاقي ان البرنامج شايل لك الحاجات دي كلها وعامل لك كده، حتى كمان هنا البي ان جي بتلاقيها تقريبا جي اي اف. فانا من هنا بعمل بي ان جي وبعلم على الاثنين دول، وباجي هنا بعلم على تاني واحده وبخليها 2000 في 2000، وباجي هنا بدوس على العلامه دي بس مش بعمل حاجه تانية وبدوس سيف، بتلاقي الكلمه معاك اتفرغت بالشكل ده. بشدها على الفوتوشوب وببدا اصغر شويه الصوره بالشكل ده، وقلنا شيفت عشان اكبر اهو بالشكل ده. طيب هنا في الكلمه السوداء وفي الكلمه اللي هي اللي احنا لسه ما عاملينها. الكلمه السوداء زي ما قلنا في قائمه الليارات هتلاقيها اللي هي تاني واحده اهي، دي ممكن نشيلها من عليها العين اللي انت شايفها دي فيخفيها دلوقتي، او ديليت من الكيبورد يحذفها خالص. تمام. طيب انا هنا مثلا واقف على الباك جراوند عايز اقف على الكلمه، بعمل ايه؟ بدوس كليك يمين عليها على الكلمه واختار اول اختيار اهو. لو عايز اروح على الباك جراوند بدوس كليك يمين عليها واختار اول اختيار اهو. عايز ارجع تاني اهو، فاهمني؟ لو انت بهدلت الدنيا وعايز ترجع كنترول زد هيرجعك. طيب ابدا اظبط الكلمه بتاعتي هنا كده في الديزاين. تمام. حتى لو انا عايز اخليها تبقى ممطوطه لفوق شويه ممكن ادوس كليك شمال كده على الكلمه وبعد كده شيفت اهو، وابدا اشد الكوزي ده فيخلي لي الكلمه كده او كده. فيعني بص، في بقى حاجات الناس بتقع فيها او دايما بشوف المبتدئين واقعين فيها، ان هم مثلا بيخلوا الكلمه تبقى ممطوطه بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل ده. فانت حاول تخلي الموضوع يكون مريح اهو، الكلمه تبقى بطبيعتها جدا ما فيهاش اي مط او شد او اي حاجه من الكلام ده اهو، ما فيهاش اي مشكله. طيب هكتب الجمله بتاعت سنترال فوق المصري. قلنا عشان نكتب بنعمل ايه؟ بدوس حرف التي وكليك كده هيجيب لي كلمه انجليش، ببدا امسحها. تمام. وهخلي كيبورد عربي وهكتب كلمه سنترال زي ما قلنا عشان اغير لونها، دبل كليك عليها عشان تعمل سيلكت، واجي عند المربع الاسود اخليه ابيض، صح كده؟ طب عشان اكبرها قلنا بنجيب الموف تول وشيفت وبكبر، الموضوع بسيط اهو مفيهوش اي مشكله. تمام. تمام. قلنا لو عايزين نغير الفونت هدوس حرف التي دبل كليك عشان اعمل سيلكت، هروح عند الجزء الخاص بالخطوط واختار اي فونت انا شايفه كويس، خليني مثلا اختار الفونت ده. قلنا عشان اصغر شيفت وهبدا اصغر بالشكل ده. طيب عايز اقلب الكلمه او اعوجها او اعمل فيها كيرف او كل الكلام ده ممكن كنترول اهو واشد من الجزء ده ويقلب لي الكلمه كده بالكنترول بقى مش بالشيفت. تمام. عايز اخلي فيها شكل كيرف كده من فوق او اللعب ده برضو كل حاجه بعملها لازم اعمل سيلكت عليها بالشكل ده، وهروح عند حرف التي اللي هو واخد شكل كيرف من تحته اللي هو ده، وهاجي هنا كده شايف هتلاقي فيه اشكال كتير، اختار منه اللي هو شبه الكيرف ده. وشايف انت لو لعبت في الاجزاء دي هتعرف هي بتعمل ايه. انا هعمل اي شكل كيرف كويس كده وهدوس له اوكي، هيبدا يديني الشكل اللي انت شايفه ده. طيب انا عايز مثلا احط اي شريطه ورا كلمه سنترال تديني شكل. تمام. ممكن هنا كده الجزء ده شايف لو انت دوست كليك يمين عليه هتلاقي في حاجات كتيره زي المثلث زي الدايره زي المربع زي اي حاجه. هختار مثلا الشكل اللي هو المربع بس مش الحاد، وفي منه الحاد وفي منه اللي بيكون واخد كيرف في الاخر، وهروح اعمل كده. طبعا انت اول ما بتعملها مش بتكون واخده الكيرف القوي اللي انت شايفه ده. تمام. هنا في رقم اللي هو ال 200 ده في البدايه عندك هتلاقيه هو واخد رقم 10، لو عملت كده شايف الكيرف بيكون خفيف ازاي. طيب لو انا زودت الرقم ده 200 او 300 او ايا كان وجيت عملت واحد كمان شايف الكيرف بدا يبقى قوي اكتر ازاي. فالرقم ده هو المتحكم في قوه الكيرف اللي انت شايفه ده. فانا هبدا ادي واحده هنا كده، وقلنا عشان نقلبها شوية هدوس كنترول وهبدأ أشدها كده أهو. طيب أنا عايز أغير لونها. تمام. لو جيت من هنا كده لونها مش هيتغير، طب هعمل إيه؟ حاجة عند اللاير بتاعتها أهو زي ما قلنا هي أول واحدة، وهدوس دبل كليك في الجزء ده هيبدأ يفتح لي القايمة دي. هنا هختار اللون اللي أنا عايزه
مثلا اللون ده اوكي، وهبدا انزله تحت لاير سنترال، هخلي سنترال هي اللي تبقى فوق بالشكل ده. تمام. طيب انا عايز هي كده، انا حاسس ان كلمه سنترال والشيب اللي تحتها والشكل اللي تحتها ده سايحين في بعض، عايز ابين كلمه سنترال شويه، فممكن اجي كليك يمين على كلمه سنترال واختار اول اختيار، وهتلاقي الاجزاء دي كلها مش هحتاج منها غير كلمه دروب شادو. الدروب شادو اللي هو ايه؟ اللي هو الظل بتاع اي حاجه انت عايز تعمله اهو. وممكن السايز ازوده شويه، شايف بيخليها من حاده لناعمه بالشكل ده. كمان لو عايز اغير اللون من هنا مفيش مشكله، بدوس كلمه كلر وببدا اختار اهو اللون، بس طبعا مش محتاج كده، فخليني اقول ان كده اوكي. تمام. طيب عايز اكتب الكلمه بتاعت لخدمات المحمول، وانا بدوس كنترول بدوس اي انا اسف تي من الكيبورد، وبدوس كليك كده بكتب لخدمات وصيانة المحمول مثلا، وبجيب الموف تول وكنترول تي، بس خلاص احنا مش محتاجين كنترول تي لان انا عامل المربع اصلا، وزي ما قلنا شيفت، وبكبر الكلام ده، ولو عايز اقلبه شوية كنترول واشد كده. طيب قلنا لو عايزين نغير لونها التي دبل كليك عشان اعمل سيلكت، ومن هنا من المربع ده هخلي مثلا اللون ده وادوس اوكي. تمام. طيب انا هنا عندي في كلمة المصري اللون اللي في الاول ده مش عاجبني وعايز اغيره، اعمل ايه؟ هروح عند شكل العصاية اللي انت شايفها دي، لو قلنا عليها اسمها الماجيك في الالستريتور، هدوس عليها دي بتعمل لي سيلكت. يعني انا لو دوست كليك كده على الجزء ده هيعمل لي سيلكت على كل اللون في الجزء ده اهو. طبعا في حرف اليه دي برضو هدوس بقى شيفت، ركز معايا عشان ايه ابقى عامل سيلكت مع كله كده. لو ما دوست الشيفت ودوست هنا هيبدا يحذف لي السيلكت اللي على اليمين وينقله على الشمال، لا انا شيفت عشان ابقى سيلكت على كله. حلو، لحد هنا حلو. كنترول جي من الكيبورد عشان اخد كوبي من السيلكت ده انا عملته بالشكل ده. حلو، قلنا كنترول زد كده عشان نرجع لورا. طيب ركز معايا، هاجي هقف اهو، انا واقف على اللاير بتاعتها اهو اللي هي دي، هبدا ادوس كليك يمين عليها واول اختيار، وهروح على الكلر من هنا كده اهو، هي بيضه هنا والمربع ده ابيض، فانا هخلي الابيض هنا اصفر بالشكل ده. حلو. طيب في خيار تاني بنحتاجه هنا في بعض الاوقات اللي هو البيفل، وهتفهم دلوقتي البيفل ده بيعمل ايه. لو جيت عند السايز زودت كده شايف، وجيت مثلا هنا مثلا في الاوبستي عدلت فيها، مثلا في الدايره دي بديت تطلع فيها، هي حاجات مش ثابته يعني. هنا هقول لك هنا خش يا باشا العب براحتك، تمام، غير في كل الحاجات دي، وكل ما انت بتغير هتفهم البيفل ده بيعمل ايه. دي بصراحه حاجه انا اتعلمتها كده من كتر اللخبطه مبدئيا كده، يعني انت هتتعلم من اللخبطه اللي انت هتفضل تلخبط فيها يعني، فهتبدا ايه اهو غير غير في اي حاجه تيجي قدامك غير فيها، هتفهم هو بيعمل ايه اهو. الاوت لا انا خليني مش اوت اهو، بتعمل شكل كده او خطوط او ايا كان في الايه في الكلمه من جوه اهو مثلا. فزي ما قلنا الشغل الشعبي بيحب الحركات والحاجات اللي انت شايفها قدامك دي، فانا مثلا خليني اوكي على كده. طبعا في حاجات تانية زي الاستروك مثلا، الاستروك ده اللي هو شايف، هتفهم برضو هو بيعمل ايه يعني، انت كل حاجة هتدوس عليها هتعرف هي بتعمل ايه اهو. دي مثلا بيديك كلر من جوه الكلمة نفسها اهو. حلو، يعني حتى كمان الكيرف ده شايف لما هتلعب فيه كده هتفهم هو بيعمل ايه. طيب خليني اقول ان انا كده تمام، عندي مثلا اللون الاحمر بتاع السري ده مش عاجبني وعايز اغيره، هدوس كليك يمين عليه، قلنا بنختار اول واحده، وكنترول يو هيفتح لي
الجزء بتاع الالوان اللي احنا اتكلمنا عنه في البدايه خالص، وهبدا اغير كده. شايف هيبدا يديك الوان حلوه. فانا دايما في 3 دي بحب دايما اخلي اللون بتاعه واخد من نفس الدرجه بتاعه الباك جراوند الارضيه. خلينا بس ايه نفضل نقلب كده لحد ما نبقى قريبين. في درجات كتيرة كويسة. يعني خلينا اقول ان انا كده قربت، هقول له اوكي. تمام، شايف انت الموضوع بقى لذيذ قوي ولونه يعني الالوان حلوة متناسقة كده ومديها شكل. طيب انا عايز اكبر كل الكلام ده مع بعضه، ركز معايا. هقف عند اول لير فوق وعند اللير اللي قبل الاخير اللي هو اللي قبل الباك جراوند ده، وادوس شيفت وادوس كليك كده هيمسك لي كله في بعضه اهو. هبدا شيفت واكبر كل الكلام ده بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب نيجي بقى لمرحله الصور. حلو، احنا لحد كده تمام، مفيش اي صعوبة، وان شاء الله اللي جاي برضو مفيهوش صعوبة. هروح لجوجل وهكتب هنا كده موبايل بي ان جي، وهقول لك ليه تكتب بي ان جي. لان ببساطة كلمة بي ان جي يعني انت بتقول له انا عايز الصور تكون جاية لي مقصوصة، ما فيهاش باك جراوند، فكل اللي قدامك في الاول ده بيكون مقصوص مفيهوش اي خلفية. لكن انت ممكن تبقى زي حالاتي يعني وتلاقي صورة مثلا محتاجة تتقص، هقولك ازاي. بس خليني الاول هاخد الصورة دي. طبعا انا بعد ما دوست عليها اهو هدوس كليك شمال عليها كده هيدخلني للموقع. هنزل تحت الاقي كلمة تحميل، فين التحميل؟ الموقع ده بيكذب عليا ولا ايه؟ ولد فين التحميل يا عم؟ احنا في كورس دلوقتي مش وقت هزار. طيب هرجع اخش تاني اهو. شوف ازاي هعلم له على العلامة دي كده وهستنى شوية هيجيب لي الصورة دي اللي هو ايه يعني يقول لي ان انت انسان. انا انسان يا عم والله. هيقول لي علمني على شكل الطيارات، هبدأ ادوس على شكل الطيارات وهقول له اتحقق، اتأكد يا سيدي ان انا انسان. فتمام هبدأ ادوس له على الكلمة ده عشان يوديني للصورة اهو، وهشدها معايا كده على اليافطة او الديزاين بتاعي بالشكل ده. هبدأ شيفت والت واكبر كده. عايز اقول لك ايه الفرق ان انت تكبر بشيفت بس، وايه الفرق ان انت تكبر بشيفت والت. لو الصورة صغيرة كده وانت عايز تكبر من الشيفت هتلاقي بيشد من جزء واحد كده، لكن لو شيفت والت مع بعض شايف بيكبر لك نسبة وتناسب من كل الاتجاهات يعني. فده الفرق سريعا يعني. بحط الصورة بتاعتي وبالتالي انت عملت يافطة في 3 خطوات بس، يعني الموضوع مش صعب يا جماعة والله. تمام، وبعد كده بتكتب رقم الموبايل. انا هطلع مثلا الصورة دي فوق كده. حلو، وهروح لرقم الموبايل اللي انا المفروض العميل عطهوني، وحرف التي كده زي ما قلنا، وهبدأ ايه اكتب الرقم. طيب انا هنا خفيت الادوات اللي على الشمال، وكويس انها اختفت معايا، بس هي ايه انا مش عارف هي اختفت ورجعت. المفروض ان هي اختفت كده. طيب اظهرها ازاي بقى؟ هروح عند كلمة ويندوز او ويندو. تمام، ولو دورت معايا كده على كلمة تول، لا مش دي، لا لا مش دي يا جماعة، مش دي خالص. تمام، ركز اهي كلمة تولز دي، هيبدأ يظهر لك الكلام ده. ولو دوست على حرف التاب من الكيبورد هيبدأ يرجع لك كل الكلام، ولو دوست تاب تاني هيبدأ يخفي لك كل الكلام، عشان دي لو حصلت لك. انا بحب اخفيها ليه؟ عشان بحب اشيل كل الكلام ده وابدا اشوف الديزاين لوحده كده عشان يبقى مرحرح معايا يعني. فده رقم الموبايل، بحب دايما اضيف في الجزء ده عشان ايه يبقى ظاهر قوي يعني. وممكن لو انا حابب اغير الفونت بتاعه زي ما قلنا تي سيلكت، وهكتب هجيب اي خط مثلا الخط ده واخلي مثلا لونه ابيض بالشكل ده. عايز اعمل حركات بقى، عايز الون بقى 2 رقم بلون اصفر بقى، والاربعة والزيرو بقى بلون تاني، فاهمني انت الحركات اللي انت بتشوفها دي. طيب هعمل سيلكت بس على الـ3 ارقام دول، وهخلي الابيض هنا اصفر، اتغيرت معايا، والـ3 ارقام دول سيلكت وبرده اصفر،
شايف بقيت زي الفل. حلو حلو. طيب هروح هنا لجوجل وهكتب له ايكون فون بي ان جي، هيجيب لي الشكل اللي انت اكيد شفته كتير قوي. وهبدا هو ما جاب يعني هو ما جابليش الصوره بي ان جي مقصوصه، هو جاب لي فيها خلفيه بيضه، بس كويس كويس انه عمل كده. هشدها معايا على الديزاين اهو، عايز اشيل الابيض هعمل ايه؟ اول حاجه عشان ابدا اشيل الابيض لازم ادوس كليك يمين على اللاير بتاعته واعمل حاجه اسمها راسترايز، واجيب الشكل اللي هو بتاع العصايه دي، وهدوس كليك على الابيض وديليت، كليك على الابيض وديليت. طب لو انا رجعت كده وما عملتش الراسترايز اللي انا قلت لكم عليها وجيت كليك على الابيض وديليت، هيقول لي لا لازم تفك اللاير. فاهو اهو حلو، كنترول دي عشان اشيل السيلكت اللي انت شايفه قدامك ده، لان انت كده ممكن ايه تيجي تمشي احيانا مش هترضى تمشي معاك، فكنترول دي عشان خاطر ابدا اتحرك بالايكون دي براحتي. بس قبل الكنترول دي او بعد الكنترول دي كنترول يو عشان اخلي اللون يكون ابيض بالشكل ده. حلو حلو. طيب ركز معايا في النقطة دي، بعد ما خلصت هدوس كليك يمين على اللاير بتاعتها وهختار حاجة اسمها convert to smart object، اللي هو انا بقفل اللاير تاني. طب انا مش هدوس على الconvert وهخليها زي ما هي وهبدأ اكبر، حلو الشكل كده، وهبدأ اصغر الشكل كده، تعال اكبره تاني بقى كده الله يرحمه، هتلاقي بالشكل ده بكسف نغمش باظ. حلو. طيب انا لو قبل ما اعمل كل ده لو عملتها convert صغر براحتك كبر براحتك، هيفضل محافظ على الكواليتي بتاعته، مش هيبكسل منك تماما تماما. هبدا اصغر بقى شويه واحط الايكون بتاعتي جنب الرقم بالشكل ده. بص معايا كده، انت عملت يافطه في اقل من ايه من كام خطوه. حلو، خلينا انا وانت نبقى متفقين ان الموضوع بسيط ما فيهوش اي صعوبه. فده اختصارا لشغل الديجيتال، الجزء الخاص بتصميم اليافط بتاعت الشارع. وطبعا كل الكلام ده بيشمل اي شغل بيتعمل في الشارع بقى اللي هو الديجيتال، اللي هو مثلا مش بس اليافط، لا هتلاقي كمان حاجه اللي هي الاستندات البيل بورد، وطبعا هقول لك ايه الفرق ما بين كل الكلام ده. بس دلوقتي هنبدا نخش في تاني حاجه، وازاي ان انا اصمم كارت شخصي وبعدها الفلاير وبعدها البروشور وبعدها كل الكلام ده، وهنبدا نفهم موضوع الاوفست. يلا بينا نخش على تصميم الكارت الشخصي.